السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم صدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء سوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاكك الرسول من بعد ما ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم من دونه
خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات صدق الله.